تكون لبناني لازم تشتري لبناني. اليوم جولة صناعة وطن من داخل معمل مهمته الأساسية تحويل نفايات البلاستيك لمواد بلاستيكية معاد تدويرها لاستعمالها فيما بعد بمنتجات صناعية وزراعية. من ريبلاست رح نكتشف حلول بيئية حديثة لرعاية النظام البيئي ومعالجة النفايات البلاستيكية للحد منها، ورح نتعرف على مراحل إعادة التدوير وأهميتها. خلينا نبلش جولتنا سوا. بلاست اس اي ال هو معمل لإعادة تدوير بلاستيك، بيرتكز على بعض النقاط. بس نقول إعادة تدوير بلاستيك يعني في أشخاص بدهم يجيبوا لنا هيدي المفرزات الصلبة البلاستيكية. المفرزات الصلبة بتتم شرائها عن طريق معمل فرز النفايات أو السكراب كولكتر. بلشنا بسنة 2000 بأيتم أو باثنين، لو وصلنا اليوم لنعيد تدوير جميع أصناف البلاستيك سكراب. طريقة الريسايكلينج هي كلها كونسبت واحد، هلا بتفرق شوي بالتفاصيل بين ايتم والتاني. المفرزات الصلبة البلاستيكية اللي بتوصل لعنا بتيجي از ويست بلاستيك، بيصير عنا فرز لهيدي المواد، بنشال منها الشوائب قبل ما تفوت على خطوط الفرن. يعني عنا اول شيء فرز، بعدين عنا كراشينج ماشينز خطوط الفرن اللي عنا، بعدين بتروح على الغسيل. في ايتمات بتتغسل على مرحلتين، في ايتمات على ثلاثة. اللي على مرحلتين بيكون غسيل بارد ومن بعدها بارد. المراحل والايتمات اللي بتتغسل على ثلاث مراحل بتمرق على الغسيل السخن، اللي هو كتير ضروري لحتى ينضف البلاستيك المنتج اللي بايدنا. بتفوت على الغسيل السخن، بعدين على الغسيل البارد، بعدين على مرحله ثانيه غسيل بارد، بالاخر للتنشيف. بهون بيطلع عندنا فليك، منتج يعني مفروم مغسول صالح للتصنيع. في ايتمات لازم تكون نظيفه اكثر من هيك، بتفوت على الباليتايزنج ماشين اللي هي حبيبات. اول شيء الايتم الاساسي اللي عندنا اللي هو البي اي تي باتلز، يعني اناني المي. نحن اليوم عم نشتريها من كل العالم وبالاخص من البلديات والجمعيات اللي عندها مراكز فرز نفايات ومن معامل فرز النفايات الكبيره. نشتري نحن البي اي تي، بنعيد فرزه هون، بروح على خطوط الفرز عندنا، بعدين خطوط الفرم، بعدين على خطوط الغسيل، بيطلع الاند برودكت هو فليك، بضاعه فليكس يعني مفرومه ومغسوله، بتفوت باعاده بالصناعات النسيج والبوليستر. الايتم الثاني اللي هو بلاستيك الملون، لكل شيء بلاستيك ملون بتشوفيه بالبيت، بيجي لعنا نحن بنقسمه لنوعين، البولي بروبيلين والاتش دي بي اي البولي ايثيلين، بنحوله لحبيبات يعني باليتس او فليكس يعني كسر اذا بدك. الاتش دي بي اي والبي بي بفوتوا بالصناعات، الصندوق الخضره، البايبات الزراعيه، الجالونات زيت السيارات وغيره من الصناعات. وطبعا نحن لما نقول بفوتوا بهالصناعات بفوتوا كريسايكلد ماتيريال. بنرجع للايتم الثالث اللي هو النايلون ال دي بي اي، اللي هو كل شيء نايلون بيستعمل بالبيوت بالمطاعم بالمؤسسات، بنخلص منه وبنكبه بالزباله. النايلون هو اكثر صنف حساس عندنا كرمال الريسايكلينج بروسس له كثير مكلفه. هذا النايلون كمان نحن بنشتريه نايلون نفايات بنعيد تدويره. النايلون بفوت بالصناعات الخاصه بالنايلون اكثر شيء، بنرجع بنعيده بنكرر. يعني المعمل اللي بيصنع شوبينج باج او كيس النايلون الخضره الجديد، بدل ما يكون عم بيستعمل مواد فيرجن وحقها كثير، عم بيستعمل مواد ريسايكل بنص حق مواد الفيرجن. نحن اليوم المعمل بيشتغل فيه 400 عينه، وطاقتنا الانتاجيه كانت بسنه 2010 حوالي 300 طن بالشهر، نحن اليوم بنعيد تدوير 3000 طن بلاستيك بالشهر. عندنا الدور البيئي، خاصه انه نحن عم نشتري كل المخلفات البلاستيك اللي بتطلع بالطرقات، بالناس اللي عم تنام، بمعامل فرز النفايات. واكيد لو ما كان في ريبلاست او غيرها يمكن من الشركات المختصه باعاده التدوير، لكانت هيدي المخلفات البلاستيك يا مطموره او بالبحر، وبتعرفي شو تاثيرها على التلوث هون بيكون. انا باكد انه نحن بلبنان ما عندنا مشكله معالجه نفايات، عندنا من معامل النفايات عدد معامل النفايات ما يكفي، ولكن عندنا سوء اداره لهذه المعامل وسوء رقابه. وبوجه كمان رساله لكل الجمعيات والبلديات والان جي اوز اللي هن اليوم مش عاملين مراكز فرز معالجه
للنفايات اللي عم تطلع عندهم ولو على صعيد صغير. صار الوقت خاصة إنه إلها دور بيئي بشكل أساسي، وكمان اليوم صار إلها دور اقتصادي فعال أكثر من قبل.